الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده عندنا كلام كتير جدا عن معسكر النادي الاهلي في الامارات، وعن ما يخص كل اخبار معسكر النادي الاهلي في الامارات، وايضا طبعا لان زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله يوم 8 كمان 5 ايام هتكون اولى المباريات لمنتخبنا الاولمبي. هنتكلم ايضا مع حضراتكم عن المنتخب الاولمبي قبل يوم الجمعه القادم اللي هو هيبقى يوم 8. هيبقى يوم الخميس ايضا في مباراه لمنتخبنا الوطني، مباراه وديه لمنتخبنا الوطني. اما المنتخب الاولمبي فسيلعب اولى مبارياته في تصفيات او في كاس امم افريقيا تحت 23 سنه. ان شاء الله ربنا يكرمنا، عندنا مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا يوم الجمعة القادم. منتخبنا الوطني الأولمبي سيلاقي منتخب مالي، هنتكلم في وقتها عن هذه الأمور. ولكن قبل ما أبدأ النهاردة أتكلم مع حضراتكم في الأخبار اللي عندي وفي حلقة ملعب الأهلي. عايز أشكر حضراتكم امبارح على ردود الأفعال على حلقة كابتن وليد صلاح. حلقة كابتن وليد صلاح الحقيقة امبارح على الرغم من أن البعض كان بيشكك في أنها يعني سوف يكون عليها نسب إقبال شديدة، ولكن الحمد لله كالعادة وكعادة سهرة مع نسب إقبال كبيرة جدا جدا على هذه الحلقة زي بقية الحلقات. وزي ما أنا قلت امبارح لحضراتكم أن دائما سهرة مع بيكون عنوانه الرئيسي جمهور الأهلي يؤمر، واختلفنا شوية امبارح في عنوان الحلقة أو عنوان الحلقة اختلف شوية عن امبارح أو عن الحلقات السابقة، وأصبح جمهور الأهلي كان زعلان شوية من الكابتن وليد وكان بيعاتب الكابتن وليد، وبالتالي قدرنا نتكلم في كل الأمور اللي حضراتكم بعتوها لنا من خلال هاشتاج اسأل وليد صلاح. ما زالت ردود الفعل حتى قبل ما أجي الحقيقة بساعتين أو ثلاثة، ناس كتيرة جدا بتكلمني معظمهم أهلاوية بيكلموني عن هذه الحلقة، فأنا بشكر كل الناس سواء اللي انتقدت هذه الحلقة وأسلوب الحوار في هذه الحلقة، أو الناس اللي شافت ان الحلقه كانت جيده وكانت او جمهور الاهلي كان محتاج الحلقه دي في مثل هذا التوقيت، لان الكابتن وليد صلاح هو قيمه كبيره في النادي الاهلي وكان كابتن من كباتن النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا. الحاجه المهمه ايضا اللي عايز اقولها لحضراتكم ان احنا خلال الفتره القادمه ان شاء الله اذا كان لنا عمر هنكمل مع حضراتكم وهنتكلم دايما بهذا الشكل، يعني دايما هيكون عندنا مفاجآت خلال الفترات القادمة هتسعدكم جدا 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 إن شاء الله لما تعرفوا إيه هي هذه المفاجآت خلال الفترات القادمة، هقول لكم عليها تباعا يعني عندما يتم الاتفاق. ولكن كل رموز النادي الأهلي أنا بدعوها من على شاشة قناة النادي الأهلي، وبدعو كل الرموز، مش بدعوهم الحقيقة لأنه ده بيتهم، أنا ما بدعيش حد. يمكن أنا أقل واحد لعبت في النادي الأهلي من كل الرموز اللي كانت موجودة في النادي الأهلي، ولكن الناس عايزة تشوف كل رموز النادي الأهلي موجودة في بيته خلال الفترة اللي جاية، وبيت النادي الأهلي هو شاشة قناة النادي الأهلي. أتمنى أن كل الرموز إن شاء الله تستجيب وتيجي كلهم الحقيقة، ولكن لظروف شغل، لظروف توقيتات، لظروف حاجات معينة ان شاء الله تتظبط خلال الفتره اللي جايه. انا ما بقولش على اسم بعينه، ولكن كل الرموز اللي حضراتكم عايزين تشوفوهم ان شاء الله ان شاء الله هنحاول نجيبهم لحضراتكم خلال الفتره القادمه. فانا بشكركم سواء اللي انتقد الحلقه والحمد لله ان هي كانوا ناس مش كتير، وايضا اللي اتكلم بشكل جيد على الحلقه. وزي ما بقول كل مره ده مش شغلي، أو أنا في الآخر أنا اللي بطلع أمام حضراتكم، ولكن أنا معايا مجموعة كبيرة جدا من زملائي في الإعداد اللي بيكون لهم دور كبير جدا جدا في إعداد كل شيء، إعداد الضيف وإعداد التقارير وإعداد الأسئلة، كل شيء الحقيقة كان من خلال مجموعة الإعداد اللي دائما الحقيقة ما بتبقى دائما واقفة في ظهري خلال الفترات السابقة، وإن شاء الله خلال الفترات القادمة. أيضا مخرجين أو المخرج اللي كان موجود معانا شادي أو برجاوي أو سمير، كلهم الحقيقة مخرجين كبار وعظام وعاملين شغل جيد جدا، لكن يمكن أنا اللي بظهر أمام حضراتكم في نهاية الحلقة أو يعني على الشاشة، ولكن هي مجهود كبير جدا جدا من الكل الحقيقة حتى تصل الحلقات بهذا الشكل إلى حضراتكم. نوعدكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية بوجود مفاجآت هتبسطكم جدا جدا جدا، ومحدش يبعت لي يقول لي إيه هي المفاجآت، عشان أنا ما بقولش ومش هقول غير لما يتم الإعلان عن هذه الحلقات وهذه المفاجآت من خلال شاشة قناة النادي الأهلي.